بينما تتزايد نداءات الاستغاثة من فلسطينيين محاصرين في شمال قطاع غزة لإنقاذهم من الموت جوعاً. برنامج الأغذية العالمي يعلن إيقاف تقديم المساعدات الغذائية في شمال القطاع. البرنامج الأممي قال إنه لم يتخذ قراره بسهولة، مؤكداً بأن الوضع سوف يزداد سوءاً وسيتعرض المزيد من الناس لخطر الموت جوعاً، ولكن يجب ضمان الأمن اللازم لتوصيل المساعدات الغذائية الحيوية. برنامج الأغذية قال إنه سيسعى إلى استئناف عمليات تقديم المساعدات في أقرب وقت ممكن، ولتحقيق ذلك يجب أن تصل كميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، ويجب أيضاً فتح نقاط العبور في شمالي القطاع. حركة حماس اعتبرت قرار برنامج الغذاء العالمي تطوراً خطيراً، وأنه سيضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، ودعت كافة الوكالات الأممية بما فيها الأونروا إلى الضغط على إسرائيل عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقاً لتكليفاتهم الدولية والتزاماً بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.